السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرة اخرى كنشكر جميع اللي انضم للقناة ديالي وكيدعمني، شكرا لكم بزاف بزاف. وان شاء الله هذا ما غادي يزيد يعطينا ديك واحد الشحنة اننا نجيبوا الجديد ثم الجديد. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد بريوش كيجي رائع البنات. بالنسبه للمقادير ديال هاد البريوش، غنحتاجو 200 غرام ديال لاكريم فريش ديال الطياب، وعندنا 100 غرام ديال الحليب العادي، عندنا جوج بيضات، عندنا ساشيه ديال الفاني، عندنا قبيصه ديال الملح، وعندنا نص كيلو ديال الفوس 500 غرام، عندنا جوج معالق ديال الخميره الفوريه. هي من الاحسن البنات تكون الخميره المعجونه فقط، انا متواجداش عندي، اكتفيت بالخميره الفوريه، ولكن دير جوج معالق عفوا. وبالنسبه لعدو الخميره المعجونه يكتفي فقط بمعلقه كبيره. بالنسبه للسنيده عندي جوج معالق كبار ديال السنيد. نشوف الطريق. اول حاجه البنات، خديت واحد شويه من الحليب اللي عندنا اللي هي 100 غرام، سخنته، غنضيف ليه واحد معلقه صغيره ديال السنيده، وغنضيف ليه الخميره الفوريه. فقط كنديروا الطريقه باش تغير يخمل لينا البريوش، لان العناصر غتفاعل. صافي، دابا هذا نغطيه ونخليه جانبا. بالنسبه للطريقه، ناخذ جبيضات ونديروا في العجانه، غنديروا قبيصه الملح، غنضيف سنيده، قلنا جوج معالق. هانتوما البنات الخميره بعد ما تفاعلات، ها هي كما كتشوفوها، شوف الشكل ديالها كيولي. دوك غادي ندفع غنرمي كلشي دفعه واحده. غندير لاكريم فريش، غندير الحليب، غندير هاد الخميره، غنطرب شويه فقط هاد العناصر غير باش تجانس، يعني ماشي غادي نطربها تطلع، غير تجانس ليا، وغنبدا نضيف الدقيق. هانتوما البنات العجين بعد ما دلكت ليا مزيان، ضروري تدلك مزيان، ودهنت خديت طنجره ديال الضغط ودهنتها بالزيت ودرت العجين. دابا غنسد عليها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. بالنسبه اللي ما عندوش العجانه، فقط عجينه عادي في القصه عاديه، ولكن يدلكها مزيان. دابا غادي نمشيو نحطو الكريم موسلين. بالنسبه لهاد الكريم موسلين غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، يعني نص رابعه، عندنا صفر بيضة واحدة، عندنا تقريبا رابعة ديال الحليب، عندنا 35 غرام ديال كريم باتيسيير، عندنا 50 غرام ديال السنيدة، عندنا ساشية ديال الفاني. بالنسبة للبنات الزبدة خاصها ضروري تكون رطبة، واخدة درجة حرارة المطبخ. أول حاجة كنديرو كاسرونة ديالنا فوق النار، كنضيفو الحليب، كنديرو النصف ديال السنيدة، كنخليه فوق النار حتى يوصل درجه الغليان. زلافه غندير صفار البيض، وغنضيف نصف كميه ديال السنيده، غندير ديك الساشيه ديال الفاني، ونخلط هاد العناصر، زائد كريم باتيسيير، ونخلط هاد العناصر هادو. غنتسناو على الحليب حتى يوصل الغليان، نضيف واحد شوية، كما كتشوفو الحليب هو بدا كيوصل درجة الغليان. في هاد الحالة غنطفي عليه ونزيدو على كريم باتيسيير. دابا كما قلتلكم غنبدا نضيف الحليب ليوصل درجة الغليان، وفي الأخير غادي نرجع كلشي للنار. كما كتشوفوا دابا رجعنا الكريم باتيسيير ديالنا فوق النار، العافيه بنينه، ولكن ما توقفوش عن التحريك حتى تعقد لينا. حتى الاخوان بالنسبه للكريم باتيسيير هي عقدت. دابا غادي نحيدها من فوق البوطه، دابا غنسرح هاد الكريم باتيسيير فوق اللاطه اللي فرشتها بابي كويسون،
تتبرد ليا. عاد غنقول لكم شنو غادي ندير. كما كتشوفوا اخواتي البريوج ديالنا ها هو احمر يعني ضعف الحجم ديالو. دابا غادي نحيدو الغازير. دوك البنات بالنسبه اللي باغي يعبر كل كره تقريبا كندير فيها من 30 حتى 35 غرام. كما كتشوفوا البنات انا كل كره تندير فيها تقريبا 30 غرام بحال دابا هاي الشكل ديال هادي ندير فيها 30 غرام. لقيتو 32 ماشي مشكل قلت لكم ما بين 30 و 35 صافي كنشكلو كويرات بهذا الشكل هذا. غادي نستعملو الدقيق على بالي انها كتلصق انا غير شويه الدقيق كتيلو هذا يعني هاد الكميه كتخرج ممكن ديروا البنات تمارين نفس المقادير كتخرج. كما كتشوفوا اخواتي البريوج ديالي ها هو كملتو غنخليه يخمر ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا اخواتي هنايا اللي بغيوش راه خمروا ليا. دابا خدينا بيضه كامله ودرنا معها شويه الملحه بدينا كندهنو من الفوق. هنا عندنا ديك السنيده الغليظه ها هي ديجا خدمت لكم بها هي اللي غنديروها من الفوق. على فكره البنات هذه راه واخا كتدخل عفيره ما كتذوبش. الا كان عندكم في الدار زنجلان ممكن تضيفوا زنجلان. دابا الفران راني سخنتو غندخل الطيب ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غنمشيو نحطو كريم موسلين ها هي كريم باتيسير. نسيت البنات قبيله ما قلتش لكم بان الكريم باتيسير ملي تسرحوها فوق بابي كويسون ضروري تغطيوها بفيلم اليمونتير باش ما تكونش لكم القشر. كما كتشوفوا الكريم باتيسير كتجمد ضروري كنطحنوها عفوا تنديروها في الخلاط باش تولي ناليس. دابا غنديرو كريم باتيسير في الخلاط. هنا عندنا هديك 125 غرام ديال الزبدة. دابا غنبداو نضيفو الزبدة. البنات قبيله كنت قلت لكم غادي نزيد واحد المكونين اللي غادي نزكي بهم هاد المذاق ديال كريم موسلين. غنزيد البخاليني وغنزيد راس معلقه ديال القرفه وراس معلقه ديال السكينجبير. كونوا متاكدين البنات هاد القرفه والسكينجبير والبخاليني كيعطيو واحد المذاق كريم موسلين رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. هانتوما كما كتشوفوا عندي معلقه كبيره ديال البخاليني. بالنسبه للبخاليني البنات راسونا منزلي مصوبه في الدار. هنا عندي القرفه كما قلت لكم والسكينجبير. كما كتشوفوا ها الكريم موسلين بعد ما نسمتها بالبخاليني وقرفه وسكينجبير دونك دابا غادي نخليها في الثلاجه حتى يطيبوا ليا لي بريوش هي باش غنزينوا ان شاء الله. هانتوما البنات كما كتشوفوا لي بريوش ديالنا ها هما طابو كيجيو خفاف بزاف البنات خفاف. شوف كما قلت لكم السنيده ما كدوش مع العافيه. هنايا غنجيبوا كريم موسلين ناخذوا نجيب الحلواني غندير فيه واحد لادويل بحال هاد الشكل تكون مسنة. صافي كناخدو بريوج ديالنا وندي كيبقى لكم الاختيار غنوريو لكم. شوفوا البنات كيف كيجيو خاويين من الداخل كيجيو رائعين. هنا كنبداو نعمرو الشكل اللي بغيتو نتوما. فقط هادي درتها لي تزيين.
انا البنات غنستمر ان شاء الله في التزيين ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البريوش طرو بيزيان. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا لي فارسيتو بكريم موسلين. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم ولا عجبكم. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم وشكرا لكم كاملين. وما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وبالصحه والراحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.